السلام عليكم البنات، اليوم بغيت نقدم لكم واحد الوصفة اللي هي فعالة وزوينة بزاف، غادي تعجبكم. النتيجة ديالها مرضية بزاف، كانت عطاتها لي واحد الصديقة ديالي وجربتها وكانت النتيجة مرضية جدا. دونك بقاو معايا، انا غنقدم لكم الوصفة. هاد الوصفة البنات خاصة بالمناطق الحساسة، هنقدمها لكم الآن. هي ناخدو معنا هنايا واحد معلقة ديال الدقيق دقيق، ونص معلقة أي نص باكية ديال الخميرة ديال الحلوى اللي كنقولو لها بيكن باودر، ونزيدو عليها نص حامضة. كنخلطو هاد المحلول او هذا الخليط مزيان، وكنشوفوا واش قدنا الحامض، حيت على حسب الحامض واش ناشفه ولا لا. الا ما قدناش كنعاودو نزيدو نص حامضة اخرى. كنخلطو حتى كنحصلوا على كريم، وتنحطوا هاد المحلول او هاد الخليط على المناطق الحساسة لمدة 15 دقيقة. غير هو البنات بالنسبة بين الفخذين من نحاولوا ما نقربوش بزاف المكان المنطقة المعلومة، نبقاو غير في الجوانب. هاد شوية هذا مع الحامض وهذيك الخميرة الكيماوية شوية كتحرق، دونك نتفاداو حنا اي خطر. نخليونا غير في الجناب هكاك. راه تلاحظوا البنات راه النتيجه بصراحه فعاله. انا ما كنتش مصدقه هاد القضيه ملي جربتها، عجبتني في حقها بزاف. كنتمنى حتى نتوما تجربوها وتعجبكم وتفيدكم، وكتعودوها هكاك مره في السيمانه ولا مره في 15 يوم، ما يزيدش فيه عاود ثاني. مره في 15 يوم كاع من الاحسن، ولكن راه النتيجه بصراحه مرضيه. نتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفه وتشاركوا معايا في القناه ديالي. شكرا.